أهم عامل من العوامل الهامة جدا حراسة المرمى. خلينا نروح لمقارنة ما بين محمد الشناوي وعامر عامر. طبعا محمد الشناوي يمكن أنا قريت النهاردة تصريحات لمدرب الحراس، قال إن هو أفضل حارس تدرب على إيده، يعني مدرب الحراس النادي الأهلي الجديد. يمكن هو محمد الشناوي طوله 191 سنتي، عامر عامر أقصر 183 سنتي. أيوة. السن عامر عامر أكبر 32 سنة، الشناوي 30 سنة. الإجمالي عدد المشاركات في الدوري في بطولة الدوري قريبين قريبين 191 و188. أيوة. اللي استقبل أهداف هنلاقي إن الشناوي استقبل 181 هدف، سواء مع النادي الأهلي، سواء مع بتروجيت، سواء مع طلائع الجيش، في كل الأندية اللي لعب فيها. عامر عامر استقبل 204 هدف في كل الأندية برضو، في كل الأندية. الكلين شيت بتاع الشناوي 71، عامر عامر 62. إجمالي عدد المشاركات في بطولة كأس مصر، الشناوي لعب 12، عامر عامر 11، أرقامهم متقاربة. حافظ على نظافة شباكه 9 6 و5. طبعا المشاركات الدولية الشناوي أعلى 14، عامر عامر ملعبش دوليا. ده يمكن المقارنة في مركز حراسة المرمى. والنهاردة احنا دايما بنشوف عامر عامر دايما بيتألق قدام النادي الأهلي. حتى في مباراة الدور الأول السنة اللي فاتت عمل ماتش كويس جدا، وعنده سرعة رد فعل كويسة جدا. الشناوي الناحية التانية شفناها في مباراة سموحة، كان واحد من نجوم المباراة، كان عنده سرعة رد فعل هايلة من محمود عزت في الضربة الركنية، وكان في تسديدة أنقذها محمد الشناوي. برضو اللاعب الوحيد اللي لعب الاربع مباريات بشكل اساسي كاملين 90 دقيقه. عمرو السوليه لعب الاربع مباريات ولكن ما لعبش، خرج. لكن الشناوي اللاعب الوحيد اللي بيعتمد عليه ريني فايلر ما بيغيروش نهائي، الاربع مباريات لعبهم بشكل اساسي.